مرحبا برج الجديد، دقيقة قدر الإمكان. بشكل عام قبل أن أدخل في الكاردات، أرى أن في الفراق بينكم كان مفاجئ، ونظرة الحبيب لك مش خوش، يعني هو يراك بأنك أنت السبب أو أنت الذي لم تلتزم، أنت الذي لم تؤدي واجبك تجاه العلاقة. لأن سبب الفراق عندنا التور، لحظة مفاجئة، لحظة صادمة تهد كل الأسس اللي بنيتوها مع بعض. عندنا ملكة السيوف، ملكة الأغصان، والفول. أتوقع أن يا برج الجدي، الحبيب إما حس أو عرف أن عندك شخص من الماضي في الكواليس، عندك شخص قاعد لحد الآن يعرض عليك حبه، مشاعره، وجوده في حياتك. فهذا السبب، إذا كان الحبيب هو الذي سحب السيف وقرر أن ينهي العلاقة، هذا هو السبب بالنسبة له، أن أنت كان عندك شخص من الماضي. هو فعلا وقع الاختيار عليه هو كشريك كحبيب، ولكن لحد الآن في أشخاص من الماضي أو شخص معين موجود في حياتك. وإن كان العكس، إن كنت أنت برج الجدي والحبيب كان لديه شخص من الماضي لحد الآن موجود في حياته، في الأمور انكشفت لك، إما حسيت أو عرفت أو وصلك خبر بأن هذا الشخص كان مثل اللي يحاول يشتت انتباهك عن الحقيقة ويخليك ما ترى هذا الجانب منه، ولكن أنت في النهاية اكتشفت وسحبت السيف على العلاقة وأنهيتها أو قررت الانفصال. خذ الوضع والجانب اللي يناسبك حسب مجريات الأمور معك. سبب التأخير، الشخص الذي كان يحتفظ بخيارات أخرى وأشخاص من الماضي هو الشخص الذي حاليا حزين، يندب العلاقة، يندب الخسارة، يعني لم يتعافى ولم يتشافى، في مرحلة عدم تصديق أن أنت يا برج الجدي أو هو قد خسروا العلاقة، خسروا هذا الشخص اللي يحبونه، لأن كانوا يرونك أن أنت الشريك. وقع الاختيار عليك، خلاص أنت الذي راح أبتدي معك حياة جديدة، ولكن الحياة الجديدة كان فيها لحد الآن سترينجز من الماضي. فالشخص الذي قام بهذا الفعل هو أيضا الشخص الآن الذي يندب وندمان وحزين على تصرفاته، يعني لو رجع في الوقت احتمال أنه يغير فعلا في قراراته. عندنا 3 of swords وهي طاقة الألم، الجرح. أحسك أنت يا برج الجدي أو العكس الحبيب، الشخص الذي لم يقم بالخيانة والذي كان صادق في العلاقة هو الشخص الذي الآن حصل على العدالة الإلهية، يعني هو فعلا كان في خسارة للعلاقة وكان في ألم وجرح كبير بسبب طرف ثالث أو خيانة، ولكن رجعت أقوى من السابق، تعافيت من الجرح. وهذا هو سبب تأخير العلاقة، أن أنت تعافيت وفي مرحلة التعافي مضيت قدما عن الحبيب أو تخطيت مشاعر حبك تجاه الحبيب. واحتمال يكون العكس إذا كنت أنت الشخص الذي احتفظت بطرف ثالث. مثل ما قلت لك، الشخص الذي تعافى هو الشخص الذي حاليا ينظر بقوة وبجرأة وبعزم باتجاه الشخص الثاني ويقول له لا تفكر ترجع الحين، بعد ما أنا تعافيت ورجعت أقوى وصلحت نفسي، لا تفكر ترجع الحين، لأن كل اللي بتسويه بترجعني لنقطة الصفر، نقطة الألم، نقطة الخسارة، نقطة أنك تضحك علي مثل ما ضحكت علي أول. فهاي الشخص يقول له لا تفكر تقترب مني مرة ثانية، لا تفكر ترجع لي مرة ثانية، لأن أنا بعيد عنك، حققت كل اللي نفسي فيه، حققت كل اللي أطمح له، عرفت نفسي، عرفت شنو خطواتي الجاية في حياتي الخاصة. فدام اني وصلت لهاي المرحلة من المعرفة،
من الراحة، من الاستقرار. لا تفكر ترد ترجع حياتي وتزعزع هذا الاستقرار. هذا هو السبب التأخير، أو احتمال أنه يراك أن أنت شافيت وتعافيت فخايف أنه يرجع لك وتصده أو ترفضه بطريقة قوية. مشاعرك نحوه، أنت بالنسبة لك هذا الشيء موت. العلاقة أو طريقة حبك لهذا الشخص في السابق ماتت، فحاليا أنت رافض لأي عرض حب يأتيك من هذا الشخص، أو العكس صحيح مثل ما خبرتك. ولكن اللي أشوفه أنه إما أنت رافض عرض هذا الشخص للحب، رافض رجوعه، أو رافض عروض أخرى تأتيك من أشخاص ثانيين. أنت رافض، أنت مثل اللي منغلق على نفسك وتقول وضعي أوكي، وضعي ممتاز، أنا مرتاح. فلا تفكرون أن تدخلون أي شخص، الحبيب أو أي شخص ثاني، لا تفكرون تدخلون حياتي مرة ثانية وتكركبونها من جديد أو تعفسونها. لأن أنا تعبت، أنا عملت جاهدا، أنا اشتغلت على حالي، اشتغلت على نفسي عشان أوصل لهذه المرحلة، عشان أحقق الاستقرار لنفسي. فلا تفكرون أن ترجعون من الماضي وتكركبون حياتي بمشاعركم، بحبكم، بوعودكم. أنت قاعد تشوف الحب هاي الفترة كوعود واهية لديك الكثير منها، ولكن لا تنظر إليه لأن بالنسبة لك وعود واهية. في النهاية أنت قاعد تشوفها كأمور في وقت الجد لا تقدر تعتمد عليها، غير ثابتة. المشاعر فعلا غير ثابتة مثل الماء، ما ينمسك. ولكن أنت قاعد تقول صح، أنا في الحب ما وصلت للي أبيه لحد الآن، ولكن حققت نوع من الاستقرار المادي، النفسي، العاطفي، على مستوى الوظيفة، المنزل. أنا حققت استقرار لنفسي واشتغلت على حالي، فأنا أستحق أن أكون لحالي هاي الفترة، أكون مستقر، أكون ثابت. محتاج أني أثبت نفسي شوي، ولا أريد أي عوالق من الماضي، لا أريد هاي الدراما مرة ثانية ترجع حياتي. هذه هي مشاعرك أنت الخاصة. مشاعر الحد، هو يحس، أو أنت أيضا احتمال تحس، قلت لك اعكس القراءة، هو يحس بأن أنت ماخذ فكرة عنه أن إنسان لعاب وغير واضح. أنت تشوفه لأن نظرتك له أن هذا شخص Prince of Wands، هو الأمير الذي لا يبقى، الأمير المغامر كازانوفا، يدخل يأخذ ما يريد من الوضع، يأخذ الخبرة، المتعة التي يريدها، ومن ثم يخرج، يذهب إلى مكان ثاني ويكرر الموضوع وينتقل إلى مكان آخر، لا يبقى في نفس المكان فترة طويلة. أنت ترى هكذا، ولكن هو يقول لك أو يخبرك بأن نظرتك له غير صحيحة، نظرتك له معكوسة أو خاطئة، وهو يريد أن يخبرك الصراحة والحقيقة ويبين لك مشاعر الحقيقية خلف هاي العتمة والظلام والضبابية والفكرة السيئة التي أنت أخذتها عنه. هو يريد أن يوضح لك حقائق الأمور ومشاعر الحقيقية، فهل ستسمع له أصلا؟ هذا الشيء رجع لك عزيزي برج الجدي. نيته في الفترة القادمة، الحبيب بغض النظر عن الذي حدث، قلت لك وصل مرحلة استقرار وثبت نفسه في هذا الاستقرار. ففي الفترة القادمة هو مصمم وملتزم جدا بأن يوجد الاستقرار المادي، المالي، الأسري، السعادة، السعادة الكاملة. يمكن الحبيب أخبرك من قبل أنه يريد أبناء، زواج، سفر، بغض النظر عن أحلامه، هو الآن ملتزم بأن يحققها، بأن يتوجه نحوها، واحتمال يكون بعيدا عنك يعني، واحتمال يكون في سفر. فهذا الحبيب راح يتوجه، احتمال اتجاه بعيد عنك، اتجاه أنت لست موجود فيه، أو العكس، أنت راح تتوجه اتجاه بعيد عنه، وتوجد لنفسك سعادة حقيقية بعيدة عن الدراما التي حدثت في السابق مع هذا الشريك. نوايا تجاهك، هو يريد
مثل ما قلت لك أن يحقق بعض النجاحات المادية على الصعيد العملي عشان يقدر يستعرض الإنجازات اللي حققها أمامك ويقول لك شوف أنا رجعت من الماضي، أنا رجعت أفضل من الأول، تخلصت من الأمور التي ضايقتك وسببت الانفصال، شوفني أنا الحين رجعت أقوى، أقدر أعطيك في العلاقة، أقدر أوفر لك، أقدر أكون موجود معك. راح يستعرض شيء من الإنجازات اللي حققها في فترة الانفصال ويعرض عليك في نفس الوقت أن تبنون شيء مع بعض، شيء يكون فيه التزام، يكون فيه ثبات، يكون فيه استقرار عكس الحالة السابقة التي كنت فيها. فرح يرجع إن شاء الله يعني أقوى من السابق وأفضل من السابق، ولكن دائما حكم عقلك في هاي المواقف لأن هو هنا يستعرض. فحكم عقلك هل هو فعلا تغير أو إنما مجرد يحاول أن يلهيك عن الواقع الذي رأيته فيه من قبل؟ اسأل نفسك هل هذا الشخص فعلا تغير؟ هل تحس أنه تغير؟ أوزن الأمور بعقلك قبل مشاعرك. هل هذا الشخص فعلا مستعد أنه يبني أسرة معاي، يبني حياة، يبني مستقبل، ولا مجرد راجع عشان مثل قبل يأخذ المغامرة، يأخذ المتعة من الحياة، يأخذ التجربة التي يريدها معاك ومن ثم يرحل وينتقل إلى مكان وشخص آخر؟ حكم عقلك وحاول في هاي الفترة إذا رجع الحبيب تكتشف نواياه العميقة. اسأل نفسك هل هذا إلهاء ولا هذا هو الواقع؟ هل هو فعلا كشخص تغير ولا مجرد قاعد يلهيني بالأمور المادية والإنجازات والشهادات والسفر والترقيات اللي حصل عليها والأمور اللي نجح فيها عشان يلهيني عن شيء لا زال موجود في كواليس حياته؟ اسأل نفسك وحكم عقلك. راح أسحب لك كارت نهائي من The Hidden Realms. هاي الكارت راح يكون نصيحة لك أنت عزيزي برج الجديد حق شهر مارس. وأول كارت ينقلب أو يسقط هو بالعادة الذي أقرأه. برج الجدي، نصيحة لبرج الجدي بخصوص عودة الحبيب. Lady of the Mirror Reflection Non-Judgment. بالضبط الرسالة هي مثل الكلام الذي أخبرته قلت لك في نهاية القراءة. هي الرسالة لك، حاول أن تنظر إلى حقائق الأمور، المرآة لا تكذب، انظر ليس فقط إلى نفسك، إلى الوضع، إلى الشريك، إلى حقيقة تغيير الشريك بعد العودة، إلى اسأل الأسئلة المهمة. هل فعلا أقدر أعيش مع هذا الشخص؟ هل فعلا أقدر أبني حياة وألتزم مع هذا الشخص، أبني معه أسرة، أربي معه أبناء؟ اسأل الأسئلة المهمة بغض النظر عن الأمور اللي يحاول الشريك أن يعود ويشتت انتباهك فيها. انظر إلى المرأة وكن واقعيا وصريحا مع نفسك، لأن المرأة لا تكذب. وعندما تنظر إلى المرأة، هاي اللي قاعدة أسمعها، عندما فعلا تكون حياديا الجواب سيكون عندك، جواب لسؤالك، لأسئلتك المهمة بخصوص هاي العلاقة.